دجلة وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح. إلهي، عرفتك من كل شيء ظهر، عرفتك مما اختفى واستتر، عرفتك من حاضرات الوجود ومما قضى في زمان غبر. عرفتك ربي من لفحات الرياح ومن نفحات نسيم السحر، عرفتك من وطأة الحادثات ومن رقة مثل خمل الزهر، عرفتك من حكم غلقت بمظهر خير ومظهر شر، عرفتك من كل عمق لدي، عرفتك من مسمعي والبصر بأنك أنت الإله الأحد. إلهي، فطرت حياتي على الفقر لك، وفكري وقلبي على العلم بك، ونفسي على حب ما قد وهبت، وروحي على الأنس في حضرتك. لذلك يا ربي آمنت بك خضوعا وحبا وأسلمت لك، على رغم أنف الجحود الكنود، آمنت بك ثم آمنت بك. رضيتك ربا فأذللت قلبا وروحا ولبا إلى عزتك، وأخضعت نفسي وفكري وحسي ووجهي ورأسي إلى قدرتك، وسلمت أمري بجهري وسري وخيري وشري إلى حكمتك. صلاتي ونسكي، خشوعي وحبي، خضوعي وقربي إلى حضرتك. في المناجاة زاد كبير للقلب وحياة للروح واستحياء للنفس وتحريك لمواجيد عالية تشد القلب إلى باب الرب تبارك وتعالى، تشد القلب إلى باب العلي القدير سبحانه وتعالى. وكلما طالت المناجاة واشتد التضرع وسالت معها العبرة، وجد القلب أنسا ولذة ونكهة، فكأنما اغتسل ساعتها على عتبات الله جل في علاه، فطاب له الإقبال على ربه أكثر فأكثر سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دجلة وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح.